تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. شكرا سيدة الرئيسة. سؤال للحكومة عن التقدم الحاصل في تنزيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي يشكل رافعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقاول ولتعزيز الثقة بين الإدارة والمتفق. شكرا سيدة الرئيسة. شكرا السيد النائب المحترم، فلتتفضل سيدة الوزيرة للرد عليه. سيدة الرئيسة المحترمة، السيدات والسادة النواب المحترمون، تنشكر السيد النائب المحترم على هذا السؤال. كما أشرت في السؤال السابق على هذا الموضوع، تم جرد ونشر المساطر في موقع إدارتي. احنا دابا خدامين باش نبسطوا هاد المساطر في قدر الإمكان. نبغي أيضا نواه بواحد المشروع قوي اللي تقوم به الوكالة التنمية الرقمية لاديتي. هذا المشروع عبارة عن منصة إلكترونية غتمكن من تبادل المعلومات بشكل آني ما بين الإدارات العمومية. من غيتفعل وغيتعمم هذا المشروع، المواطن ما غاديش يبقى يحتاج يمشي يجيب شي ورقة اللي كاينة عند الإدارة أخرى، المواطن غادي تسهل عليه المأمورية. حنا أيضا خدامين باش نديرو حملات تحسيسية وتكوينية من أجل إدارة التغيير. الهدف هو نجمد 11,000 موظف اللي غتشملوا هاد المواكبه. هادشي كله غادي نبنيو عليه باش نديرو رقمنه سليمه للمساطر اللي غادي تسمح للمواطن الولوج للخدمات العموميه بطريقه سهله وسريعه. ونبغي نذكر باللي هذا راه ورش كبير وماشي ساهل، وحنا خدامين عليه مع الشركاء ديالنا لان عنده اهميه قصوى بالنسبه للمواطنين، الثقه ديالهم والاقتصاد الوطني. شكرا. شكرا سيدة الوزيرة. التعقيب للسيد النائب المحترم. سيدة الوزيرة، إذا جوابكم على الموقع الإداراتي الحملة التحسيسية 10,000 موظف، نظرا لصعوبة لتحقيق المواطنين، يعمل المغرب جاهدا من أجل تحسين جاذبية وتشجيع المقاولة وخلق استثمار. وفي هذا السياق يندرج مشروع قانون تبسيط المساطر رقم 55/19، ويجب تنزيلها على أرض الواقع حتى لا يبقى حبرا على ورق. ترى ربما خوصصت بعض العقول في بعض الموظفين أو خلق إدارة خاصة لمراقبة وتفعيلة بعض عقول الموظفين. فهذا القانون يجب بسطه وتطبيقه من طرف كل الإدارات المغربية حتى يستفيد بلدنا من فترة إقلاع وينتعش الاقتصاد بخلق المقاولات وفرص الشغل. فلا بد من التسهيل والتبسيط وخاصة التسريع. تطبيق تايم از موني، سافوار دوني لا فالور دو تون او تون، لان لو تون اي بلو شير كو لو كابيتال بيكوني. يعني اعطاء القيمة للوقت، الوقت اغلى من المواد المادية. إذن ومحاربة من اجل تشجيع الاستثمارات ومحاربة البيروقراطية الساحقة القاتلة. لكن لا زالت بعض الإدارات العمومية تطالب المواطنين بوثائق كثيرة الشروط التعجيزية أو على طريقة طلعت كل الكرموس. أبو شكون قالها لك؟ لا حول ولا قوة بالله إلا بالله. شكرا سيد النائب المحترم. هل هناك من فضلكم السادة والسيدات النواب، هل هناك من تعقيب؟ انتهى الوقت السيد النائب. السيد نائب السيد نائب السيد نائب اسمح لي السيد نائب، راه كاين شي حاجه سميتها التوقيت. لا اسمح لي السيد النائب، الله يخليك. هل هناك من تعقيب اضافي في اطار التعقيبات الاضافيه؟ إذن الجواب للسيدة الوزيرة. من فضلكم السيدات والسادة النواب، ساعدوا على جو من الهدوء. تفضل السيدة الرئيسة. تنزيل القانون 55/19 هو من أول الأولويات ديال الوزارة ديالنا. هذا ورش عاطينه أهمية كبيرة
ونازلين الميدان وتنتصلوا بالإدارات كلهم وخدامين معهم وهما تجاوبوا معنا وخدامين. هذا من أول الأولويات ديال فيه، لأن خصو ينزل، لأن القانون جاء بعد خطاب صاحب الجلالة باش تكون الإدارة هي الرافعة ديال التنمية، وحنا خدامين ومن الأولويات ديالنا لأن مهم. شكرا للسيدة الوزيرة على مساهمتها القيمة.